لو الحكاية فيها إن فيتو. بعد إذن حضرتك يا فندم، عايزين ننتهز فرصة إن إحنا مع حضرتك يعني، وعايزين نعرف أنت هتصوت بنعم ولا لا في الدستور. نعم طبعا. بنعم طبعا. نعم وبقوة. نعم وبقوة. شكرا يا فندم. أو حقق مطالب جميع الطوائف في المجتمع، سواء المرأة، العمال والفلاحين، حتى أصحاب المعاشات، حتى يعني حاجة جديدة في الدستور حقوق الأقزام لم يغفلها. وأعتقد أما ينتشر الدستور ونبدأ نستوعبه هنبقى كلنا راضيين عنه. إن شاء الله الاستقلال الدستور ولسه ما أعلنش، لكن بمجرد ما أعلن الدستور أرجو إن إحنا يبقى لنا دور في إن الناس تطلع تقول رأيها. يعني لازم الناس تطلع تقول رأيها، وده واجب شرعي وواجب قومي وواجب وطني، بغض النظر عن هيقول إيه، لكن لازم إحنا نبقى حريصين إن إحنا نوعي الناس من خلال تواجدنا، من خلال كتاباتنا. لازم نبقى حريصين ان احنا يبقى نسبة المشاركة ان شاء الله تتعدى 60 و70%. انا تقريبا يعني احب ان النهاردة اسمع واجاوب، يعني احب ان اسمع النهاردة علشان انتوا اكيد عندكم تساؤلات كتيره. فحبنا يعني لو هنبدا بالنقاش يعني ممكن اكتب كل التساؤلات ورد عليها مجمعه في الاخر، او زي ما تحبوا، اذا كان كل واحد ليه تساؤل ورد عليه اول باول زي ما